سلام البنات، سلام على كل المشاهدين اللي كيشاهدونا. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا انا جيت المغرب وما جيتش خاويه، جيت بيدي عامرين. كاين ما يتشاف، كاين عبايات، كاين بخور، كاين مخاوير. اليوم في هذا الفيديو هذا غتشوفوا معايا واحد الموديل جديد ديال العبايات اللي جبت منهم. هذا اللي لابسه فيه اللوينات، وخليكم مع الفيديو حتى الاخر، غادي يعجبكم بزاف. الاولاني اللي غادي نبدا بيه اللي هو هذا اللي كيجي لي زيستراس ديالو نازلين، الكمام حتى ما فيهم هاد لي زيستراس. شوفوا معايا التوب، التوب رائع، كنتمنى يكون باين لكم في الفيديو. التوب تيجي طايح وفيهم هاد الفصاله اللي هكا، ماشي هكا، ماشي الكتاف هكا، تيجي الكتاف من هنايا كيف ما كتشوفوا. عندي فيه اربعه لوينات، خليكم مع الفيديو حتى الاخر تشوفوا اللونات اللي فيه. وكيجيب الحزام، وكاين اللي بلا ما كيبغيش يلبس الحزام بلاش، نحيدو باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه. كتجي هكا اوفال، كما كتشوفوا اوفال في اللبسه ديالها. مع ملي كتلبس الحزام كيتجمع بحال هكا، كتشوف تشوفوا معايا الاوفال ديالها كيفاش كيبان ملي كت الحزام. والاختيار ليكم، كاين اللي بغى الحزام كاين اللي بلاش. شوفوا الخدمه ديالها كيفاش نازله، دوك لي زاستراس ديالها كاينين لتحت. كاين عندنا موديلات كثيره، كاين اللي فيهم هكا لي زاستراس، كاين اللي سامبل، كاين اللي لوينات. خليكم مع الفيديوهات ديالنا تشوفوا الجديد اللي عندنا فيه. عندنا جبت معايا البخور، جبت معايا مخاوير، الوان واشكال. خليكم مع الفيديوهات ديالنا كاملين، وما تبقاش تنساو اللايكات والبارطاج وتك التعاليق الزوينه اللي كتخلي بيناتنا داك التواصل. كنعرفوا واش كيعجبكم الفيديوهات ديالنا، واش كاين شي نقص، كاين شي حتى النقد ديالكم راه حتى نحترموه وكنديروا به. شكرا لكم بزاف من هذا الفيديو هذا، كنشكركم بزاف. كنتمنى هاد الموديلات هادو اللي عتشوفو معايا في هاد الفيديو هذا ينالوا الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع اللوينات اللي فيه. شوفوا معايا اللوين الباج ديالها كيجي حتى هو كيحمق. كنتمنى نكونوا رضينا جميع الاذواق حيت جبنا لوينات كثيره. خليكم مع الفيديو حتى الاخر، فيه لوينات هذا الموديل هذا. كنتمنى يعجبكم. شوفوا معايا حتى هو كيفاش كيبان، حتى هو فيه لي زيستراس هادو، هادو اللون الذهبي كيجي حتى هو نازل من هنايا. والثوب راه غزال كيحمق هكا مطلوق، كيجي غزال. نتمنى يكون مع التصوير باين ليكم. هي كتجي اوفال بحال هكايا، موديل اكثر من رائع الصراحه. التوب ديالو اللي تا هو غزال صبان ورد، يعني ما يحتاجش دائما تدي المصبانه ولا المصلوح. وكيف قلت لكم الحزام يمكن لك تلبسيها بالحزام يمكن بلاش. نشوفوا بلا حزام كيفاش تمشي حتى هي، كتجي مزيانه. انتما شوفوا معايا في الجلسه ديالها كيفاش كتجي، كتجي رائعه. كتجي هكا داك الاوفال ديالها كيجي كثير. كنتمنى هذا الموديل هذا يعجبكم. خليكم مع اللون الثالث ديالها، انت شوفوا معايا الكري ديالها حتى هو كيجي غزال كيحمق. هذا اللون الكري اللي مطلوب بزاف هو، والباج والكحل، وحتى الموف اللي بينت لكم كيجيو غزالين. راهما كيصلحوا البنات حتى انك تمشي حضر بهم شي بلاصه، كيجيو انهم مناسبين لشي مناسبات حيت فيهم هاد لي زيستراس هادو. والثوب ديالهم كيجي طايح بحال شي قطن طايح، يعني ماشي داك اللامي اللي كيبري، ولكن كنتمنى يكون هكا باين لكم. كيجي غزال في اللبسه ديالو. شوفوا معايا لي ديتاي ديالهم كيفاش دايرين،
نتمنى تكون الصورة واضحة، والأفضل لأنه الواحد يجي للمحل هكا ويلبس ويقيس، كيبان اللون أوضح وكيبان كتبان الخدمة يعني مزيانة أحسن من التصوير ديالها. انت شوفوا معايا في الظهر ديالو. نتمنى هاد الموديلات هادو اللي جبنا لكم انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. شوفوا الثوب كيفاش طايح، كيفاش غزال صراحة، يعني صبون ورد. مات لي كيسولوا على المحل فين، راني يعني حاطه في القناه النعت ديال المحل، كاين في سلا في القريه حدا مستشفى مولاي عبد الله امام القرد الفلاحي. يعني هكا لاش تشوف القناه يبان لكم النعت مضبوط، والطلبات وهذا راه كنحطوا الارقام التليفونات ديالنا اللي غادي تشوفوهم على الشاشه. وبالنسبه للاثمنه اللي قلنا الاثمنه بشحال بشحال، الثمن راه جد جد مناسب اللي هو 400 درهم. العبايات كامل اللي كنجيبو كنحاول يكونوا نفس الثمن، يعني 400 درهم ثمن جد مناسب. حتى الجلابه كنديروا ثمن مناسب ديالها، البخور العطور كان من هاد الموديلات هادو كنحاول يعني كنحاولوا بالنسبه للاثمنه يكونوا جد مناسبه، حيت عندنا الناس اللي على قدهم وحتى هما كيبغيو يلبسوا شي حاجه زوينه. كنحاولوا يعني نشوفوا حتى هاد الفئه هادي، كاين الناس اللي عندهم ما شاء الله الله يزيدهم. يعني كنتمنوا كلشي يكون راضي ويشري وكلشي يلبس، كلشي هكا حتى هو يلبس هاد اللوينات وهاد الشكايات اللي كنجيبو. وشوفوا معايا الموديلات الثانيه، خليكم مع الفيديو حتى الاخر. شوفوا معايا هذا الموديل هذا اللي حتى هو اكثر من رائع كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كيجيو فيه الكميمات ديالو بحال هكايا، فيه هذا العقيق دايرين هكا كروازي بحال هكا، داخلين فيه الباج والكحل. كيجي هكايا هذا بحال هكا الموديل، كيجي هو اكثر من رائع. حاولت نجيب لكم موديلات غزاله والثمن مناسب، يعني الثمن هذا اللي قلت لكم راه الثمن ديال الهمزه، يعني ما كاينش ما تلقاوهش القاهره عند بوتيك ايلول. شوفوا معايا الموديل كيفاش داير من التحت، شوفوا عن قرب الشغل اللي كان فيه. كنتمنى التصوير يكون واضح وباين، وكنتمنى الزياره ديالكم للمحل يكون افضل انكم تشوفوا الموديل يعني على حقه كيفاش داير، لان حتى الاضاءه اللون كيبان لكم ماشي كحل، هو راه كحل. يعني الكحل يعني انا كنختار الموديل وكنحاول نختار الثوب اللي تيكون كحل، يعني اللي كيجي هكا فهمه وفي اللبسه ديالو كيجي غزال. كنتمنى هذا الموديل هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا نفس الموديل هو باللون الثاني ديالو اللي كيجي هذا بالبلو مارين والكحل، كيجي فيه حتى هو هذا بحال هكا فهاد اللوينات بحال هكايا، كيجي هو غزال في اللبسه ديالو، كيجي مغير. كنبغيو هكايا نبدلو شويه، ما تكونش عبايه كلها في الكحل والعقيق ديالها في الكحل، حيت الناس ادوار، كاين اللي كيبغي الكحل في الكحل، كاين اللي كيبغي يدخل فيها اللون، كاين اللي كتبغيها اللون كامل ما تكونش كحل تكون باج ولا هذا. حاولنا نرضيو جميع الادوار. شوفوا معايا التفاصيل ديالها كيفاش دايره، كتجي شي حاجه غزاله ما شاء الله، داخل فيها اللوينات هادو، يعني كتبان مغاير على العبايات الثانيين. كتجي في اللبسة ديالها كتجي هكا هابطة كروازي بحال هكايا، كنتمنى هاد الموديلات هادو اللي وصلنا لكم هاد المرة يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم، ونخليكم مع الموديل التاني. شوفوا معايا هاد الموديل هذا اللي أكثر من رائع، اللي كيجي كله منبت هكا بالعقيق كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو، كيجي غزال بهاد اللون هذا البيولي، كيجي أكثر من رائع. شوفوا كيفاش تيبان، شوفوا الطردة ديالو عن قرب، كيجي هكا منبتة النبتة هادي، ما تخافوش منه يعني انه يطيح لانه باليد، وداك الخيط اللي كيديرو ديال الزبيب يعني مجرور مزيان. شوفوا هكا كتجي حتى في الزواق حتى في الجنب هكا من تحت،
تخيم في هذوك اللوينات، الكحل مع الذهبي مع واحد بحال بترولي، كتجي غزاله الطرزه ديالها. شوف كي كتجي في اللبسه ديالها، كتجي هكا دغوا بالكميمات هكا الفصاله، كتكون جد رائعه ومريحه. الثوب ديالهم ثوب اكثر من رائع. شوف المشيه ديالها كيفاش كتبان، يعني اللبسه كتجي غزاله ما شاء الله، وحتى اللوين ديالها غزال. انا دخلت معاه، يمكن لك ديري معاه الشال في اللون ديال هات اللون هذا الفيولي، انا درت معاه الكحل، كتجي غزاله. نخليكم مع الموديل الاخر ان شاء الله، وشوفوا معايا هذا الموديل هذا اللي كيجي اكثر من رائع، يعني كان عليه الطلب بزاف، كنت جبت منه قبل وكان عليه الطلب وعاود جبت منه، كيصلح حتى المناسبات وهكا كديري تحت قفطان ولا هذاك المخاور اللي كنجيب، كيجيو هكا باينين. وشوفوا معايا التفاصيل ديالو، كيجيو الكميمات بحال هكا بالموسلين، كيجي هاد ليزستراس هذا غادي عليه بحال هكايا كيف ما كتشوفوا، ملي كتكوني لابسه القطان ولا داك المخاول اللي كيجي هكا يا عامر منبت من هنا كيجي باين، وكيجي لتحت ديالو داك التفاصيل اللي كاينين لتحت هما اللي كيجيو خطير في اللبسه ديالو. نتمنى يكون واضح وباين لكم في الفيديو. كيف ما كتشوفوا كيجي رائع، كتجي اللبسه دايره. اللون ديالو راه كحل، راه غير مع الاضاءه كيبان شويه اللون تيكون باهت. كاع الموديلات اللي كنكونوا تنصورو كيبانوا شويه الالوان ديالهم غير على الواقع، على هذا الشيء كنتمنوا الزياره ديالكم باش تشوفوهم على الواقع وتقيسوهم، حيت فيهم لي طاي، فيهم من 54 حتى ل 60. هادو العبايات هادو لي طاي ديالهم تيكونوا بحال هكا، عندي من 54 حتى ل 60، 60 اكبر طاي. كنتمنى هاد الموديلات كاملين اللي شفتو معايا ويكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، ومازال عندي موديلات اخرين شوفوهم معايا حتى لاخر الفيديو. وشوفوا معايا هاد الموديل هذا اللي حتى هو اكثر من رائع صراحه، كاع الموديلات اللي جبت غزالين، عزلتهم بيديا. كنتمنى الذوق ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم. هذا موديل هكا فيه التويبات، يعني دايرين كل طرف دايرين فيه التوب مختلف كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. شوفوا الطريزه كيفاش دايره، منبته تنبت هذا على اليد، يعني مصايبينو بداك السبيب اللي ما كيتقطعش دغيا. كتجي غزاله في اللبسه ديالها، كتجي مختلفه، كتجي نازله هكا كيف ما كتشوفوا. كيجي الموديل غزال كيف كتشوفوا الفصاله ديالها، كتجي هكا دغوا، كتجي هكا نازله. هما العبايات السعي ديالهم هي الحلاوه ديالهم، ماشي ايفازي. شوف المشيه ديالها في الوقت كيفاش كتجي، كتجي غزاله. ونخليكم مع الموديل التالي، وشوفوا معايا هذا الموديل هذا اللي حتى هو رائع، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذا اللون في اللون، طريزات ديالو الكحل في الكحل، كنبغيو هكا نرضيو جميع الاذواق كيف ما قلت لكم. هذا الموديل ديالو غزال، التواب فيه بحال اللي فيه جوج تواب مثلا، لكم ديالو كيف ما كتشوفوا، يعني كاين هنا فرق بين هاد التوب وبين هاد التوب، حتى العبايه كامله فيها النص هكا والنص هكا. التوب ديالهم غزال طايح كيف ما كتشوفوا، الكميمات بحال هكا، كاين اللي ما كيبغيش الكم هكا يكون طي طايح ليه بحال هكايا، راه دايرين فيهم هاد الطرطاقات هادو، يعني كتسديها بحال هكا صافي وكتبقى هكا ما كطيح ما والو. كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله. شوفوا معايا التفاصيل ديالها اللي كاينه لتحت غزاله كيف ما كتشوفوا، هي هادي كتجي دايره. نشوف الفرق بين التوب هذا وهذا، العقيق شي حاجه مزيانه، اللي اللون في اللون، يعني اللون ديالو كيبقى غزال، التلبات ديالهم ما كيطيحش دغيا.
ملي كتبقاي غادا نور كتبان التفاصيل ديالها غزالة، وحتى ملي كطولي بحال هكا كتبان التفاصيل ديالها غزالة. وحتى تقولوا لي في التعاليق كي جاكم الذوق ديالي في هاد العبايات اللي جبت، راه التعاليق ديالكم كتهمني بزاف. وشكرا لكم، وكنتمنى انني نكون وفرت جميع الاذواق العبايات اللي كانوا طلبوا مني الناس، اللي طلبوا مني انني نجيب لهم الالوان من غير الكحل، الناس اللي طلبوا مني انني نجيب لهم موديلات هكا بحال هذوك الموديلات الاول اللي شفتو بالحزام وهذا. وخليكم مازال كاين العبايات، خليكم مع الفيديو وشوفوا معايا الموديل هذا اللي حتى هو مغاير غزال ما شاء الله، فيها هكا لي ستراس نازلين حتى للتحت، والكميمات ديالو تيكونوا مقبوطين بحال هكايا مع هاد لي بلي هكايا مقبوطين، وفيهم حتى هما هاد العقيقات بحال هكايا داير كيف ما تيقول هي دار ما دار. كيجي هكايا بلي بلي من التحت، انت شوفوا لكم مزيان كيفاش كيجي في اللبسه ديالو. ولي ستراس هادو كيجيو نازلين من الكتاف حتى للتحت، يعني شي حاجه اللي بزوينه ومتقونه كيف ما كتشوفوا حتى لتحت كيجي. شوفوا الفصاله ديالها البنات راه كتجي محلوله، بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا الجين ولي بودي وكيجيو هكا من الفوق كتجي محلوله، كيكونوا فيها غير واحد جوج هذا طبقات غير من هنايا. انا دايره من تحت منها واحد الكسوف الكحل، بالنسبه للبنات هكا اللي كيلبسوا لي الجين وهذا راه هذه تجيهم غزاله في اللبسه، والكمامات هكا مجموعين كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله. شوف اللبسه ديالها في المشيه ديالها كتجي غزاله. نتمنى تكون عجباتكم، وخليكم مع الموديل اللي مازال. وشوفوا معايا هذا الموديل هذا اللي حتى هو غزال، كيجي هكا بهذا التنبات هذا كيجي غزال. شوفوا التفاصيل ديالو عن قرب، مدخلين معاه الكحل وراغ جونطي، شي رائع. كتجي الرشمه هكا هي نازله من هنا وكتجي نازله عاوتاني من التحت من هنايا. شوفوا عن هذا من بعد كيفاش كتبان، كتجي غزاله يعني خفيفه، رشمه خفيفه، ومع داك لاغ جونطي ديالها بين الرشمه ديالها بانت كما كتشوفوا. شوفوا الكميمات حتى هما فيهم هاد الرشيمات بحال هكايا. كتجي غزاله ما شاء الله في اللبسه، انتما شوفوا الشوب ديالها حتى هو خطير طايح ومبرد، يعني شي حاجه اللي اكثر من رائعه. وخليكم مع الموديل الاخر، شوفوا معايا هذا الموديل هذا اللي حتى هو غزال ما شاء الله، فيه التفاصيل ديالو كيكونوا بحال هكايا من التحت كيف ما كتشوفوا، كيجي غزال كيجيو هاد التنبات ديالو من هنايا. شوفوا عن قرب، الزواقه ديال التنبات كتجي غزاله. وكيف قلت لكم راه الاضاءه شويه ما عطيهاش حقها، هادشي راه كيبان كحل وكيجي كيلمع، وفي هاد لي بلي هذا كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله اللي بحال هكايا، كتجي حتى هي الديزاين ديالها مختلف. شوفوا هكايا في الدوره ديالها في المشي ديالها في القفاط كتجي غزاله. بسم الله، وهاد الموديلات اللي جبت لكم من الاعجاب ديالكم، وكيف قلت لكم راه نعت المحل باين في القناه عندي، واللي هكا شي استفسار ولا شي حاجه راه خليت لكم الارقام ديال التليفون، تواصلوا معنا ونقول لكم فين ونصيفط لكم اللوكاليزاسيون وكل شيء. وبالنسبه اللي طايره فيهم اللي طاي، وكنتمنى انكم تجيو تزورنا في المحل باش تشوفوا الواقع احسن، يعني راه الاضاءه ما عطيهاش حقها في التصوير ديالها. ونخليكم مع الموديل اللي مازال، وشوفوا معايا الموديل هذا اللي العكس ديال الموديل اللي كنت لابسه، هذا فيه الفوق هاد التنبات ديالو،
شوفوا عن قرب كيفاش داير، تنبت غزال. يعني الاتقان اهم حاجة، هو الاتقان في التنبات، كاين فهاد الجنب وكاين فهاد الجنب، كيجي غزال ما شاء الله في اللبسة. وكيف ما قلت لكم راه اللون كيبان لكم بحال هكا، هو راه مع الإضاءة، أما الواقع ديالو راه هو كيجي كحل. وشوفوا لي بلي ديالو، هادو لي بلي، كيجي الموديل هكايا فيه لي بلي من هنايا، كيجي غزال، كيجي نازل مع بلي بلي بحال هكايا. انا الموديل حتى هو مختلف، كنتمنى هاد الموديلات هادو كاملين يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. وكيف ما هذا بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي بغيتها تكون مسدوده، راه بالنسبه للطاقات راه كاين السيده اللي كتديها الخياط كيسدها ليها، وكاين السيده اللي كدير لها السلسله، وكاين اللي كتخليها هكا بطرطاقات. حنا كنتعاملوا نجيبوه غير بطرطاقات باش كتحكمي في التصرف ديالها، كيف ما بغيتي تلبسيها تلبسيها. وكنتمنى كيف سبق قلت لكم الذوق ديالي هاد المره يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا حاولت انني نغير، يعني نجيب جميع الفئات الموديلات اللوينات. وخليكم مع الفيديوهات الناجيه، تكون جد جد شيقه، فيها بزاف موديلات. كيف ما كتعرفوا حنا راه كنوفروا حتى الجلابه، عندنا البخور، عندنا المخاوير، كل شيء غادي تشوفوه معايا، جوالات، كل شيء كل شيء. خليكم مع القناه ديالنا، قناه بوتيك ايلول. كيف ما قلت لكم اي استفسار اي تساؤلات، هما الارقام كيف ما كتشوفوهم في الشاشه. وفي التعاليق خلينا التعاليق، قولوا لنا كيف جاكم العبايات، قولوا لنا اي حاجه، قولوا لنا في التعاليق ونجاوبوكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، وما تنساوناش باللايكات وبالبارطاج مع الاهل والاصحاب ديالكم، وراه الدعم ديالكم مهم مهم بالنسبه لينا، باش هكايا الموديلات ديالنا والعبايات والجلابه اللي كنوفروا يشوفوهم جميع الناس والفئات يشوفوهم. وشكرا لكم بزاف بزاف، باي باي.